افهم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى عندما يأمرك أو ينهاك ولا يريدك أن تزيد في ملكه ولا أن تشرفه ولا يحتاجك في شيء، وإنما يريدك أنت أن تحصل على ثواب هذا العمل والأجر المترتب عليه. الله تعالى غني عنا ونحن الذين نحتاجه، هو طلب منا شيئا واحدا أن نعبده وحده ونحصل على الثواب الجزيل والأجر العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن افهم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى عندما يأمرك أو ينهاك ولا يريدك أن تزيد في ملكه ولا أن تشرفه ولا يحتاجك في شيء، وإنما يريدك أنت أن تحصل على ثواب هذا العمل والأجر المترتب عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة لأجل الاختبار والامتحان للناس في هذه الدنيا ليميز الخبيث من الطيب. وإلا فإن الله تبارك وتعالى غني عن العباد.